لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا في كتاب الصيام، ولازلنا في الباب الثاني في الأعذار المبيحة للفطر، ووصلنا للعذر الثاني وهو السفر. وذكرنا أن السفر سواء كان شاقا أو غير شاق مبيح للفطر عند عامة أهل العلم، وابن حزم يقول بوجوب الفطر في السفر، صح قول الجمهور كما ذكرنا. وقلنا أن الأفضل للمسافر أن يصوم أم يفطر، في خلاف بالعلماء. الجمهور بيقولوا الأفضل يصوم، الحنابلة بيقولوا الأفضل يفطر، والصحيح أن أيسرهما أفضلهما. وذكرنا أن المسافر له أن يفطر حتى لو بدأ يومه مقيما، طالما سافر وانتقل وغادر العمران له أن يفطر، وهذا قول الحنابلة خلافا للجمهور. وقلنا أن المسافر إذا علم أنه يقدم غدا له أن يفطر هذا اليوم عند الجمهور خلاف الحنابلة، والصحيح في المسألة دي بقى قول الايه؟ قول الجمهور. طيب، المسافر إذا قدم، يعني إذا وصل بلدته، هل له أن يستمر على فطره أم يلزمه الإمساك؟ المسألة دي نفس الخلاف بتاع المريض إذا برأ، والأحناف والحنابلة على أنه يلزمه الإمساك، والصحيح قول المالكية والشافعية أنه لا يلزمه الإمساك طالما بدأ اليوم مفطرا بعذر شرعي من أجل السفر. فإذا وصل بلدته له أن يستمر على فطره، وإن كان الأحوط أن يمسك، لكن الصحيح أنه له أن يستمر على إيه؟ على فطره. تمام؟ طيب، إذا لم يفطر المسافر ثم وصل إلى بلدته ولم يكن أفطر في حال السفر، هل له أن يفطر بعد وصوله؟ لا، ليس له أن يفطر بعد وصوله، وده قول الأئمة الأربعة. طيب، بيقول ويباح الفطر، وصلنا إلى قوله في الكتاب ويباح الفطر في السفر الطويل الذي يباح فيه قصر الصلاة، وهو ما يقدر بثمانية وأربعين ميلا أي حوالي ثمانين كيلو مترا. في خلاف بالعلماء ما هو ضابط السفر. عامة أهل العلم أو الجمهور، يعني إنهم المذاهب الأربعة، على إن السفر له ضابط في الزمان وضابط في المسافة، يعني في مسافة معينة لو جاوزتها يقال عنك مسافر، ولو لم تجاوزها لا تكون مسافرا، وبالتالي رخص السفر لا تباح إلا إذا كان السفر أطول من هذه المسافة، وهذه المسافة مأخوذة عندهم من ما ثبت عن ابن عباس وابن عمر أنهما كان يقصران ويفطران في أربعة برد. يعني ثبت عن اثنين من الصحابة، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أنهما كان يقصران ويفطران في أربعة برد. البريد أربع فراسخ، فيبقى أربع برد يبقى أربعة في أربعة بكام؟ بستاشر فرسخ. تمام؟ فمن هذا الأثر الجمهور قالوا إن لابد من هذه المسافة، لكن الصحيح وهو ترجيح ابن حزم وشيخ الإسلام التيمية، يمكن ابن حزم لا كمان بياخد بتحديد معين اللي هو ثلاث أميال، لكن الصحيح قول الشيخ الإسلام التيمية إن هو السفر لم يحد شرعا بضابط صحيح صريح، فيرجع فيه إلى العرف ككل ما أحال إليه الشرع، ما أطلقه الشرع يرجع فيه معرفته إلى العرف، زي المرض كده، الشرع لم يحدد ما هو المرض فرجعنا إلى العرف، فكذلك السفر الشرع لم يحدد ما هو السفر فيرجع فيه معرفته إلى العرف. وثابت في صحيح مسلم عن أنس ك
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في سفر ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين. يبقى النبي كان بيقصر لو خرج سفر قد إيه؟ ثلاث أميال أو ثلاث فراسخ على شك من الراوي، تمام؟ فالميل كم كيلو الميل؟ الميل اللي هو المعاصر ب 1609 متر، يعني كيلومتر فاصل 609 609 من 1000، تمام؟ يعني 1609 متر، ده طول الايه؟ الميل المعاصر. لكن الميل الهاشمي اللي هو كان بيستعمل زمان ده بيقدر ب 1848 متر، تمام؟ فلو تضرب الثلاث اميال، يعني لو ثلاث اميال تضربهم في مقدار الميل بالمعاصر هيطلع حوالي 15 كيلو، يعني اللي هو 1609 ده لو ضربته في 3 هيطلع تقريبا كام؟ لو ضربته في 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 15 بقى، تمام؟ يطلع لان ال 27 على ان الفرسخ هو انت الميل قلنا كام؟ 1600، هو حوالي كيلو كيلو ونص تقريبا او يزيد شويه، تمام؟ الثلاث اميال يطلعوا حوالي 5 كيلو، تمام؟ 5 كيلو او 5 كيلو كسر يعني، تمام؟ ده اللي هو الثلاث اميال، والفرسخ ثلاث يعني الفرسخ ثلاث اميال، فتضرب بقى في 9 يطلع حوالي 15، تمام؟ يعني الراوي يشك في الروايه ثلاث اميال ولا ثلاث فراسخ، لو خدنا بالاحتياط واعتبرناهم ثلاث فراسخ اللي هو هيبقى كام ميل؟ 9 ميل. ما كل فرسخ 3 اميال يبقى 9 اميال، 9 اميال تضربهم في الكيلو 6 من 10 يبقى حوالي كام؟ 15 كيلو، تمام؟ ولو بالميل الهاشمي وضربت 9 يعني 9 اميال هاشميه يطلع حوالي 16.5 كيلو تقريبا، تمام؟ فخدها بالميل الهاشمي لان هو ده اللي كان بيستعمل زمان، يبقى الناس كان بيقصر الصلاه 3 اميال او 3 فراسخ، لو قلنا 3 فراسخ على الاحتياط يبقى بيقصر في كام؟ لما يطلع سفر 16 كيلو ونص، تمام؟ وثابت عن ابن عمر اللي هو قلنا ان هو كان في الاثر اللي فات بيقصر في 4 برد، لا ثابت عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر اذا خرج مسيره 3 اميال، دي ما فيهاش شك بقى 3 اميال ولا 3 فرسخ، دي 3 ايه؟ 3 اميال، تمام؟ اللي هي تقريبا بالهاشمي هتطلع 5 كيلو ونص، 5 كيلو ونص بالايه؟ بالميل الهاشمي. وثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم قصر باهل حجه الوداع في عرفه، صلى بهم الظهر والعصر ايه؟ قصرا. طيب القصر ده يا ترى من اجل المناسك ولا من اجل السفر؟ الجمهور عن القصر ده من اجل السفر مش من اجل المناسك. طيب هو ما بين مكه وعرفه كام كيلو؟ 20 كيلو. يعني ما بين مكه وعرفه بريد اللي هو 4 فراسخ اللي هو حوالي 20 كيلو. والناس قصر ومعاه اهل مكه قصر، فأقرهم على هذا القصر في عرفة مع ان ما بين عرفة ومكة زي ما قلنا كام؟ 20 كيلو، تمام؟ وثابت ايضا عن ابن عمر انه قال اني لأسافر الساعة من النهار فأقصر، وثابت عنه انه قال لو خرجت ميلا قصرت الصلاة. الاثرين دول صححهم الحافظ ابن حجر في فتح الباري. فكل ده يدل على ايه؟ على ان ما فيش ضابط شرعي للمسافة التي يقصر فيها، يرجع في ذلك الى العرف، والعرف يتأثر بعدة عوامل، أو يعرف في العرف إن الإنسان خرج مسافة سفر أم لا يرجع في معرفة ذلك إلى عدة عوامل، منها المسافة، كلما زادت المسافة كلما اعتبر سفرا، وكلما قلت المسافة كلما اعتبر إيه؟ غير سفر، كلما اعتبر إقامة. ومنها وجود أهل لك في هذا المكان، وجود دار لك في هذا المكان، ومنها مدة الإقامة في هذا المكان. يعني واحد رايح مكان قعد فيه إقامة عارضة سريعة ورجع، يعني كل ما المدة قصرت كل ما اعتبرها سفرا، كل ما المدة طالت كل ما اعتبرناها إقامة. برضو المدة اللي انت هتقعدها عشان تعتبر إقامة مش سفر قد ايه؟ دي برضو فيها خلاف، الجمهور بيحددوا مدة معينة اللي هي عند الجمهور تقريبا 4 أيام، 4 أيام أو 3 أيام، على خلاف بينهم في التفاصيل دي كلها، يعني تبحث في كتاب الصلاة في صلاة أهل الأعذار في صلاة المسافر، تمام؟ بالتفصيل هناك في كتاب الصلاه. لكن احنا بنقول ان الجمهور عموما بيحطوا ايه؟ ضابط معين للمده اللي هتقعدها، لو زودت عنها تبقى مقيم، اقل منها يبقى انت مسافر. والراجح برضو ان ايه؟ مفيش مده محدده، لان النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع قعد في مكه كام يوم؟ قعد في مكه كام يوم في حجه الوداع؟ اللي هو من يوم ما دخل مكه لغايه ما خرج منها كله 10 ايام،
قادم صبح رابع ومش ايه يوم 14 الصبح، تمام. فهو قعد كام يوم؟ كله 10 ايام، تمام. في فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم قعد في مكة قد ايه؟ 19 يوم. في تبوك قعد كام يوم؟ 20 يوم. كل ده كان يقصر الصلاة، تمام. طبعا هم الجمهور بيقولوا ما هو قعد في مكة بس هو خرج منها، يعني قعد من يوم 4 لغاية يوم 8، ويوم 8 راح فين؟ منى. وبعد كده منى راح عرفة، وبعد عرفة راح مزدلفة، وبعد مزدلفة رجع لمنى، وبعد كده ايه؟ رجع مكة في الآخر خالص وهو ماشي، عمل طواف الايه؟ الوداع. لكن هو بيقول انه خرج من مكة يوم 8، فانت اقصى حاجة عندك عند الجمهور 4 ايام، اللي هو من يوم 4 ليوم 8. طب سؤال، الناس اللي وصلوا مكة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، هل الرسول قال لهم يتموا الصلاة؟ ولا كانوا بيقصروا الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كانوا بيقصروا معاه. فدل ذلك على مفيش تحديد شرعي، تمام؟ بل ثابت عن الصحابة ومنهم عبد الله بن عمر أنه أقام في أذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة. تمام؟ 6 شهور كان بيقصر الصلاة. طبعًا هو كان عايز يرجع بس كان فيه ثلوج منعت الإيه؟ الرجوع. هو كان شايف هيرجع إمتى؟ بس هو أكيد عارف إن هو مش هيرجع في 4 أيام. يعني هو التلج والطقس بيبقى باين عليه إن هو إيه؟ مش اللي هو اللي هيفك في يومين ولا 3 ولا 4، تمام؟ ومع ذلك ظل يقصر الصلاة طوال هذه المدة. فعشان كده بنقول الصحيح إن يعني لا ضابط شرعي له، مفيش ضابط شرعي للإيه؟ لمسافة ولا لمدة السفر. فالعرف بنقول بيعتمد على عدة عوامل تضربها في الخلاط مع بعض، يعني واحد مثلا مسافر من القاهرة للإسكندرية وهيقعد في الإسكندرية يوم ويرجع، ده كده إيه؟ سفر. طيب من القاهرة للإسكندرية وهيقعد في الإسكندرية 6 شهور ويرجع. إقامة. طيب من القاهرة للإسكندرية وهيقعد في إسكندرية مثلا شهر. دي بقى محل نظر واجتهاد، عشان كده بنقول في حاجات في العرف واضح ان هي سفر، وحاجات واضح ان هي اقامه، وفي حاجات ايه؟ محل اجتهاد ونظر. طيب واحد بقى رايح امريكا شهر وراجع. ده سفر. طب قاعد في امريكا 2 سنين وراجع. اقامه. طب قاعد في امريكا 6 شهور محل اجتهاد ونظر. شوف يعني، شوف يعني فرقت معاك الايه؟ المده وفرقت معاك المسافه، فهو بيتناسب طرديا، اعتبر انك مسافر بيتناسب طرديا مع المسافه وعكسيا مع الزمن. تمام؟ يعني كل ما المسافة زادت كل ما اعتبر انك انت مسافر. طب كل ما الزمن قل كل ما اعتبر انك انت ايه؟ مسافر. تمام؟ وعشان تعرف العرف الحاجات دي كلها بتتضرب في الخلاط. يعني المسافة قد ايه؟ المدة اللي انت هتقعدها قد ايه؟ المكان اللي انت رايحه ده ليك اهل فيه ولا لا؟ ليك دار فيه ولا لا؟ الحدود السياسية والجغرافية من محافظة لمحافظة، من بلدة لبلدة، من دولة لدولة، دي برضه بايه؟ بتفرق. تمام؟ يعني واحد رايح مثلا قرية في نفس مركزه، غير واحد رايح مثلا مركز تاني، غير واحد رايح محافظة تانية، ده برضو بتفرق في معرفة العرف. تمام؟ في النهاية كل الحاجات دي بتضرب في الخلاط زي ما قلنا، وتطلع الحكم النهائي اللي هو احيانا بيكون واضح ان هو سفر، واحيانا بيكون واضح ان هو اقامة، واحيانا بيكون ايه؟ محل اجتهاد ونظر بينهما كده، وبيحتاج الى درجة من درجات الاجتهاد والنظر الشرعي. طيب فبيقول ان يباح الفطر في السفر الطويل، زي ما قلنا السفر الطويل الذي يباح فيه قصر الصلاة هو ما يعرف عرفا انه سفر، اللي عرفا هو سفر ده ايه؟ ده خلاص سفر، ويباح فيه الفطر في نهار رمضان. بيقول والسفر المبيح للفطر في رمضان هو السفر المباح، فان كان سفر معصية او سفرا يراد به التحايل على الفطر لم يبح له الفطر بهذا السفر. يبقى لو واحد رايح سفر معصية، هو بيسافر عشان يعصي ربنا، بيضربوا لي مثال مثلا بقطع الطريق، واحد بيسافر عشان يقطع الطريق، فده كده سفر معصية لا تناط به الرخص، لأن عند جمهور أهل العلم قاعدة أن الرخص لا تناط بالمعاصي، لا تناط يعني لا تعلق، يعني ما يكونش سبب الرخصة هو معصية، يبقى احنا كده بنسهل لك الايه؟ المعصية. تمام؟ فبيمثلوا زي ما قلنا بقطع الطريق، بعاق والديه، واحد مثلا هرب من أبوه ومش عايز يخدمهم، راح هرب منهم مسافر مثلا. بيمثل ليه ب من عليه دين ويستطيع سداد هذا الدين ويسافر حتى يتهرب من الدين، من أداء الدين، تمام، بدون إذن الغريم. ده كده سفر، وسفر إيه؟ معصية. واحد راح يسافر عشان يسرق أو بيسافر عشان يزني، كل ده إيه؟ سفر معصية. فالمسافر سفر معصية لا يترخص برخص السفر، ليس له أن يقصر الصلاة، ليس له أن يفطر في نهار رمضان، ملوش رخص السفر. تمام؟ ده عند الجمهور. خلف في هذه المسألة الأحناف قالوا إن لا، المسألة فيها انفكاك جهة. المعصية حرام
بس انت طالما مسافر وجد سبب الرخصه، ملناش دعوه انت مسافر ليه. ولعل قول الجمهور اولى، عشان حديث عندنا ايه وحديث بيستدل بالجمهور. الايه قول الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. يبقى مين اللي يجوز لي اكل الميته؟ المضطر، ولا المضطر بشرط الا يكون باغيا ولا عاديا؟ فسر غير باغ يعني مريد، ولا عاد يعني متجاوز. فلو هو اثم بان هو مريد لاكل الميته او متعدي للحدود اللي هو مضطر ليها، الاثم ده هيخليه الرخصه مش مباحه ليه. طب امتى تباح لي؟ توب الى الله وانت يجوز لك انك تاكل ميته، تمام. وفسر باغ وعاد، الباغي اللي هو ايه؟ بالبغي والخروج على الامام، والعادي اللي هو الايه؟ الظالم، تمام. لكن ده يعني خلاف الاولى في تفسيرها، لكن في النهايه مش هنفرق كتير. ان هي في النهايه ان ربنا استثنى اللي عنده معصيه، سواء المعصيه دي هي اراده اكل الحرام، الميل الى اكل الميته ابتداء، او التجاوز في اكلها، او البغي والخروج على الامام، او الظلم، سواء كل ده اللي هو منه قطع الطريق، سواء ده او ده او ده او ده، سواء فسرناهم بكده او بكده، في النهايه ربنا منع الظالم او العاصي او الباغي او العادي ده، منعه من الرخصه، تمام. فدل ان الرخصه مش اي حد ياخدها، لا، في ناس ما لهمش الرخصه، تمام. طب ازاي ياخدوا الرخصه؟ يتوبوا هم، يترخصوا عادي، تمام. طيب، وكذلك استدلوا بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم والايه؟ والروث. قال: انهما لا يطهران. الاستنجاء ده عباره عن رخصه ولا عزيمه؟ رخصه، لان الاصل انك انت يجب عليك غسل النجاسه، اي نجاسه سواء بول او براز يجب عليك انك انت تغسلها، تغسلها بالماء بالغسل. طب النجاسه على موضع القبل والدبر دي متكرره، بتيجي كتير، تمام، اكتر من مره في اليوم بيحصل ايه؟ ان النجاسه تاتي في هذا الموضع. فالشرع رخص، قال لك مش لازم تشيلها بالميه، ممكن ايه؟ تستجمر. طب هل الاستجمار بيزيل النجاسه كلها ولا بيزيل معظمها؟ بيزيل معظمها، لكن اكيد بيبقى اثر لا يزيله الا الماء، الاثر ده معفو عنه شرعا. يعني حتى لو في ميه ينفع الواحد يستجمر بالحجاره؟ ينفع بالاجماع، حتى لو في ميه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا ذهب احدكم الى الغائط فليستطب بثلاثه احجار فانها تجزئ عنه، تمام. مطلقا لم يعلقها بعدم وجود الماء، تمام. حديث رواه ابو داود وصححه الشيخ الالباني. طيب دي رخصه، هيبقى اثر للنجاسه معفو عنه، دي رخصه. طيب انت جيت بقى عملت معصيه، رحت جاي عايز تستنجي بالحاجه اللي انت منهي عنها، فانت جيت عملت الحاجه الحرام، عايز تستنجي بالحاجه اللي الرسول نهاك عنك انت تستنجي بيها، عايز تستجمر بالحاجه اللي الرسول نهاك عن الاستجمار بيها، اللي هي العظم او الروث. طيب عملت المعصيه، حرام عليك، بس كده الاستجمار بتاعك مجزئ ولا غير مجزئ؟ قلنا الحديث في مسند الامام احمد صححه الشيخ الالباني، قال: انهما لا يطهران. يبقى كده في الحاله دي الرخصه مش موجوده عندك، ويلزمك تغسل بالميه. فاستفاد منها الجمهور ان الرخص لا تناط بالمعصيه. قلنا اللي خالف المساله دي مين؟ الاحناف. تاني بيقول: والسفر المبيح للفطر في رمضان هو السفر المباح، فان كان سفر معصيه او سفرا يراد به التحايل على الفطر. طبعا سفر المعصيه اللي هو السفر اللي المقصود منه المعصيه، انما واحد مسافر سفر مباح وبعدين تلبس بمعصيه اثناء السفر المباح، ده له ان يترخص برخص السفر. يعني هو اصلا خارج مثلا في السفر، وهو في السفر بتاعه استمع لمعازف محرمه، او مثلا حلق لحيته، او مثلا عمل اي معصيه معاصي، هنقول بقى السفر بتاعه بقى غير مباح ولا يجوز له الترخص؟ لا، هو ليه انه يترخص برخص الفطر، تمام. اللي ملوش ان هو رايح عشان المعصيه، اللي هو السفر نفسه سفر معصيه، تمام، هو ده ليس له ان يترخص برخص الايه؟ السفر، تمام. طب بيقول: او سفرا يراد به التحايل على الفطر. يعني واحد عايز ياكل جعان، او يريد ان يتحايل من اجل جماع امرأته، فيعمل ايه؟ يروح ياخدها ويسافر عشان يعمل المفطر ده. ويقول لك: طب ما انا مسافر، يجوز ليه؟ يعني هو مسافر مخصوص عشان يعمل ايه؟ المفطر، بيتحايل عشان يفطر، فده برضو لا يجوز له ذلك، ويأثم وعليه القضاء، تمام. لا، التأويل الموجود يمنع من الكفارة، احنا لسه ما اتكلمناش على الكفارة، لسه هتيجي احكامها كلها لسه، لكن في النهاية اللي عمله ده حرام، تمام.
احنا عندنا في تحايل او حيل شرعيه وحيل غير شرعيه. الحيل الشرعيه اصلها في القران قول الله تبارك وتعالى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. ربنا افتى ايوب عليه السلام لما حلف في حال مرضه ان شفاه الله لا يضربن امراته 100 شمروخ او 100 عصا، لا يضربن امراته 100 عصا، يجلدها 100 مره. ايه السبب بتاع الحلفان ده؟ الله اعلم. يعني في اسباب كثيره مذكوره في الاسرائيليات، ان هي باعت ضفيرتها مثلا، خرجت وقصت شعرها وباعتها عشان تنفق عليه، او ايا مكان السبب ايه. المهم ان هو في النهايه حلف على كده، تمام. فربنا افتاه قال له ايه؟ واخذ بيدك ضغثا، اللي هو حزمه فيها 100 شمروخ، واضرب به ضربه واحده ولا تحنث. هو لما حلف يضربها 100 عصايه كان ناوي يعمل كده ولا كان ناوي 100 100؟ كان ناوي 100 100، بس اللفظ ده يصدق عليه ان هو ضربها 100. لو جاب حزمه فيها 100 وضربها مره واحده يصدق عليه، مع ان هو ما كانش ناوي، بس دي فتوى للتخلص من هذا اليمين، فدي حيله مباحه. طيب والحيل الممنوعه اصلها في القران قصه اصحاب السبت، تمام. اسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، تمام. فيحط هو ممنوع من الاصطياد يوم السبت، فيعمل يحط الشبكه يوم الجمعه ويروح لاممها يوم الايه؟ يوم الاحد، هو عايز يوصل للحرام، تمام. فالحيله المحرمه هي الحيلة التي تتضمن محرما أو المقصود منها الوصول إلى محرم. الحيلة المباحة يشترط فيها شرطين: أولا أن تكون بمباح، تاني حاجة ألا يكون المقصود منها الوصول إلى حرام، إلى إسقاط واجب أو فعل محرم. زي مثلا ما بعض الناس يجي مثلا يحول عليه الحول ومعاه مال كثير، غني تاجر، فيعمل إيه؟ يروح قبل الحول ما يحول يهدي امرأته جميع ماله، وبعدين تهديه هذا المال، فبكسر ليه؟ كسر الحول، المال ما تمش حول كامل في ملكي، يريد بذلك ان يسقط عنه ايه؟ اداء الزكاه. فدي حيله برضه ايه؟ محرمه، الغرض منها اسقاط الواجب. فكذلك انت حرام عليك في نهار رمضان انك انت تاكل او تشرب او تجامع، فما يجيش يتحايل ان هو يروح يسافر عشان يعمل ايه؟ ما هو زي بالظبط اللي بيدي لمراته هديه فلوسه، وهديه لفلوسه لما واحد يهدي مراته فلوسه ده حلال، بس انت عايز توصل بيها لايه؟ لاسقاط الواجب. فكذلك انت عايز هنا توصل بيها، السفر مباح بس انت عايز توصل من السفر لايه؟ الى اسقاط الايه؟ الواجب او فعل الحرام يعني. فبنقول: او سفرا يراد به التحايل على الفطر، لم يبح له الفطر بهذا السفر. طيب، وان صام المسافر صح صومه واجزاه. ده خلافا لمين؟ لابن حزم، هو اللي بيقول ان المسافر يلزمه الفطر، لكن الجمهور عامة اهل العلم عن المسافر لو صام يصح صومه يجزئه، لحديث انس رضي الله عنه: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يعني ده ما يعيبش على ده وده ما يعيبش على ده، فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. بيقول: ولكن بشرط الا يشق عليه الصوم في السفر، فان شق عليه او اضر به فالفطر في حقه افضل اخذا بالرخصه. طبعا لو شق عليه يبقى الافضل ان هو ايه؟ يفطر. طب لو اضر به او بالمسلمين زي في الجهاد في سبيل الله يبقى واجب عليه ان هو يفطر. لان النبي صلى الله عليه وسلم راى في السفر رجلا صائما قد ظلل عليه من شده الحر وتجمع الناس حوله، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. شرحنا الحديث ده المره اللي فاتت وقلنا ان هو من العام الذي اريد به الخصوص، تمام. لو هيضره يأثم، لو مجرد بس هيشق عليه مشقة زائدة اللي هو هيضطر يسطح والناس تظلل عليه وكده ده يكره، لكن لا يأثم. طيب كده انتهى العذر الثاني اللي هو السفر، وقلنا العذرين دول منصوص عليهم في الايه؟ في القرآن، هم دول اصل الاعذار المبيحة للفطر، المرض والسفر. طب العذر الثالث بيقول: الحيض والنفاس. هو ده مش عذر، هو مش مجرد عذر، الحيض والنفاس ده منافي لشرط صحة الصوم، ما هو من شروط صحة الصوم الخلو من الحيض والنفاس. فإلحاقه بأهل الأعذار ده يعني إلحاق إيه؟ يعني مجازي. بعض الناس بعض الكتب الفقهية ما بتحطش الحيض والنفاس في الأعذار، هي بتحطه في إيه؟ في مبحث شروط الصحة. يعني من شروط صحة الصوم الخلو من الحيض والنفاس، خلاص يبحث هناك. مش في باب الأعذار، أصل العذر ده يعني معناه إنك أنت ليك تصوم وليك تفطر. إنما الحيض والنفاس، الحيض والنفاساء ليس لها أن تصوم. ده مضاد لشرط الصحة، شرط الصحة الخلو من الحيض والنفاس.
فلو جينا نتكلم عليه في الاعذار بيبقى يعني تجوزا، لكن الاصل في الاعذار ان هو ايه؟ المرض والسفر. تمام. طيب يقول فالمرأة التي أتاها الحيض أو النفاس تفطر في رمضان وجوبا ويحرم عليها الصوم، ولو صامت لم يصح منها. يبقى قلنا ده منافي لشرط صحة، فما ينفعش أصلا أنها تصوم، ولو صامت تأثم. يعني فرضنا واحدة حائض ومكسوفة أنها تفطر، فراحت صايمة بقى، قالت يعني مش مشكلة، ما كده كده هقضي بس أصوم برضو دلوقتي، أو متحرجة أنها تفطر في رمضان تأثم. تمام. يبقى دي يلزمها الفطر. طيب لو زي ما بعض النساء بيعملوا قعدت تصوم اليوم كله وجت قبل المغرب تجرح صيامها، تشرب ميه كده مثلا عشان تبقى ايه يعني جرحت صيامها، يعني اللي هو ايه ما صامتش، يعني هي كده خرجت من الاثم. لكن تكلف الامتناع عن الطعام والشراب طوال اليوم الى قبيل المغرب ده مكروه، تكلف مكروه، لكن كون ان هي فطرت ده خرجها من الايه؟ من الحرام. طيب هي ما نويتش الصيام بس ما جاش وقت يسمح ان هي تاكل او تشرب، يعني هي ناويه ان هي فتره بس بعدين انشغلت بقى في الطبخ وعمل مش عارف ايه والولاد واللي بيستحمى واللي بيغير واللي مش عارف بيعمل ايه واللي بيعمل ايه، احد مشغوله مع العيال، لقيت المغرب اذن وهي ما كلتش ولا حاجه طول اليوم، تاثم؟ لا ما تاثمش طالما ما نويتش الصيام. تمام. يبقى اللي تاثم اللي هي تعمدت ان هي تنوي الايه؟ الصيام، او اللي تتكلف ان هي تمسك طوال اليوم مع جرح الصيام. تمام. دي مش اثمه لكنها ايه؟ تكلفت تكلفا مكروها. طيب وقلنا ان الحائض لو حاضت قبل الفجر بدقيقة، اسف لو حاضت بعد الفجر الصادق بدقيقة الصوم بتاعها ايه؟ فاسد. ولو حاضت قبل غروب الشمس بدقيقة الصوم بتاعها فاسد وعليها قضاء هذا اليوم. طيب لو طهرت الحائض اثناء اليوم هل عليها ان تمسك ام لا؟ ها؟ فيها خلاف بين العلماء، برضو الاحناف والحنابلة بيقولوا عليها ان تمسك، والمالكية والشافعية بيقولوا ليس عليها ان تمسك، والصحيح ليس عليها ان تمسك، هي كده كده هتقضي اليوم ده وفطرت برخصة بعذر، فلها ان تكمل الافطار الى باقي اليوم. يعني لو طهرت اثناء اليوم، مش طهرت قبل الفجر، لا طهرت اثناء اليوم، يعني كان في دم نزل اثناء اليوم بعد كده طهرت اثناء اليوم، يحصل ايه؟ عليها قضاء اليوم ده. لكن هل عليها الامساك؟ لا، احتياطا لو امسكت فهو حسن، لكن ليس عليها الامساك على الصحيح. بيقول لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها. ويجب عليهما القضاء، يعني على الحائض والنفساء يجب عليهما القضاء، لقول عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والمسألة دي تناولناها أصلا في شروط الايه؟ في شروط الصيام، مش كده؟ مش جاي عدى علينا مسألة الحائض والنفساء ولا أنا بهيس؟ لو شرط السادس الخلو من الحيض والنفاس. طيب العذر الرابع الحمل والرضاعة، ده برضو نقدر نقول مش عذر مستقل، ده ملحق بالمرض، يعني هو العذرين الرئيسيين المرض والايه؟ والسفر. والحمل والرضاعة ملحق بالمرض لان هي خايفة على نفسها او خايفة على الطفل، فهي اشبه بالايه؟ بمن يخاف على نفسه حصول المرض، فملحقة بالايه؟ بالمريض. تمام. وإن كان في الجملة في النهاية الأعذار الأربعة دي مجمع عليها، يعني المرض عذر مجمع عليه، السفر عذر مجمع عليه بالقرآن، الحيض عذر مجمع عليه بالسنة، الحمل والرضاعة عذر مجمع عليه برضو جاي من السنة وهو ملحق بالمرض. وخلي بالكم مسألة الحيض دي من المسائل اللي معلومة من الدين بالضرورة، يعني معلومة من الدين بالضرورة أن الحائض إيه؟ لا تصوم ولا تصلي. تمام. طب دي فين في القرآن؟ مش موجودة في القرآن. وده من أقوى المسائل اللي بنعتمد عليها لما يكون في إنسان عامي وعنده شبهات في مسألة حجية السنة، دخله المسائل دي اللي هو يعني هو مقتنع بها ببداهة، اللي هو عنده كده كده ما ينفعش الحائض تصوم ولا تصلي. طب دي فين في القرآن بقى؟ أنت بتقول القرآن فيه كل شيء، أهو فيه كل شيء، ومن كل شيء ده الإحالة إلى السنة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فالقرآن فيه إحالة إلى السنة. تمام؟ حالة الى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فالقرآنيين عندهم بقى شبهة ان احنا نكتفي بالقرآن بمعنى ان احنا نسقط السنة نسقط حجيتها. طب انت كده في الحقيقة كذبت القرآن، لم تعمل بالقرآن الذي امرك بالرجوع الى السنة. تمام؟ فالشبهات دي احيانا بتنطلع على بعض الناس، بيكونوا يعني ايه يعني سمعوا شوية بعض الناس اللي بتطلع في الاعلام بقى سين صاد عين من الناس اللي هم بيطلعوا في الاعلام اللي هم بيسموا نفسهم قرآنيين وهم في الحقيقة نقدر نقول عليهم من اعداء السنه النبويه. ف
انطرد عليه بعض الشبهات. من ضمن الامثله اللي نضربها المثال ده، تمام، ان الحائض تصوم ولا لا، تصلي ولا لا، هيقول لك لا طبعا ما صليت. طب فين في القران ده؟ كل ده جاي فين؟ في السنه، تمام. فانت ليه بتطيع الرسول والمراه الحائض ما بتصليش ما بتصومش؟ لان ربنا قال وما اتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا، لان ربنا قال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول، تمام. طيب الرابع الحمل والرضاعه، وقلنا ده برضو مجمع عليه، هو في الحقيقه ملحق بالايه؟ بالمرض. بيقول فالمراه اذا كانت حاملا او مرضعا وخافت على نفسها او ولدها بسبب الصوم جاز لها الفطر، لما رواه انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وضع عن المسافر شطر الصلاه والصوم، وعن الحبلى والمرضع الصوم. يبقى الحامل والمرضع سقط عنهما الصوم، يعني اذا خافت على انفسهما او على الطفل. بيقول وتقضي الحامل والمرضع مكان الايام التي افطرتاها، وذلك ان خافتا على نفسيهما. فان خافت الحامل مع ذلك على جنينها او المرضع على رضيعها اطعمت مع القضاء عن كل يوم مسكينا. وده اللي في الكتاب ده مش قول حد خالص من اهل العلم، هي لخبطه في الصياغه، والكلام ده مش قول حد نهائي من اهل العلم، تمام، هي لخبطه بس في الصياغه. هو اقوال اهل العلم في المساله ايه؟ عندنا في مساله الحامل المرضع وما تفعلان اذا افطرتا ست اقوال. القول الاول ان هي عليهما القضاء فقط، وده قول الاحناف وقول البخاري وقول ابن رشد ومن المعاصرين قول ابن باز وابن عثيمين وغيرهم من المعاصرين، وده اقوى الاقوال ان هي عليها فقط الايه؟ القضاء. طيب القول الثاني ان الحامل والمرضع اذا خافتا على انفسهما او على انفسهما والطفل قضتا، اما ان خافتا على الطفل فقط قضتا واطعمتا. لو خايفين على نفسهم او نفسهم والطفل يبقى ايه؟ قضاء بس. لو خايفين على الطفل بس يبقى قضاء وايه؟ واطعام. ليه؟ ايه الفكره في كده؟ بيقولوا الاصل القضاء ماشي لو خايف على نفسها او خايف على نفسها وعلى الطفل، انما لو خايف على الطفل بس فكأن الخوف هنا ضعف، فيحتاج الى جبر بجابر اخر بجانب القضاء وهو الاطعام. يعني انت لو خايف على نفسك اشبه بالمريض، طب خايف على بني ادم تاني غيرك، فهنا يعني عذر الفطر ضعيف، انت مش خايف على نفسك انت خايف على غيرك، فعذر الفطر ضعيف. فلو فطرت هو عذر الفطر ضعيف بس هو عذر، فبيقولوا ايه؟ محتاج ان انت تجبره بجابر قوي شويه، مش بس تقضي، لا ده تقضي وايه؟ وتطعم. وده مفيش دليل عليه، مفيش دليل على الجمع ما بين القضاء والاطعام، تمام، ده مجرد نظر. والاصل براءة ذمة المكلف، احنا ليه نكلفها ان هي تقضي وكمان تطعم؟ تقضي ماشي، عشان ربنا بيقول فعدة من ايام اخر، انما تكلفها ان هي تقضي وكمان تطعم ده محتاج دليل صحيح، وما عندناش دليل صحيح على ذلك. ده القول الثاني، ده قول الشافعية والحنابلة. القول الثالث قول المالكية. المالكية قالوا زي الأحناف في الحامل وزي الشافعية والحنابلة في المرضع. يعني الحامل عليها القضاء مطلقا. المرضع لو خافت على نفسها أو نفسها والطفل تقضي، خافت على الطفل بس يبقى تطعم. ليه؟ يبقى تقضي وتطعم. ليه؟ قالوا الحامل الجنين ده جزء منها. فلو خايف على الجنين ما هو ده جزء منها برضه، كأنها خايفة على نفسها فعليها القضاء بس. إنما المرضع ده الجنين انفصل خلاص اتولد. فلو خافت على الجنين لوحده هو ده الخوف الضعيف اللي يحتاج الى جبر بالاطعام والايه؟ والقضاء معا. واضحه ولا ايه؟ تمام. القول الرابع ان الحامل والمرضع عليهما الاطعام فقط، وده قول ابن عباس وابن عمر وسعيد بن جبير من التابعين. من الصحابه قول ابن عباس وابن عمر وقول سعيد بن جبير من التابعين ان هم عليهم فقط الاطعام، يعني تطعم مسكينا عن كل يوم افطرته. القول الخامس ان هي مخيره ما بين القضاء والاطعام، وده قول اسحاق بن راهوي انها مخيره ما بين الافطار وان هي تفطر وتطعم او تفطر وتقضي. القول السادس ان هي ليس عليها شيء، تفطر وليس عليها لا قضاء ولا اطعام ولا اي حاجه، وده قول ابن حزم، تمام، اضعف الاقوال. يبقى بالترتيب كده الست اقوال تاني سريعا. الاحناف قالوا تقضي بس، الشافعية والحنابلة قالوا لو خايف على نفسها أو نفسها والطفل تقضي، خايف على الطفل فقط
تقضي وتطعم. المالكية في الحامل قالوا زي الأحناف تقضي مطلقا. في المرضع قالوا زي الشافعي والحنابلة، لو خايف على نفسها أو نفسها والطفل تقضي، خايف على الطفل لوحده تقضي وتطعم. ده القول الثالث اللي هو قول المالكية. القول الرابع اللي هو قول ابن عمر بن عباس و سعد بن جبير، هي عليهما الإطعام فقط. القول السادس هي الخامس هي مخيرة ما بين الإطعام والقضاء، قول إسحاق. والقول السادس إن هي ليس عليها شيء، ده قول ابن حزم. تمام. أقوى الأقوال قول أحناف إن هي عليها القضاء، يلي إن هي عليها الإطعام، وبعد ذلك تسائر الأقوال. أقوال تانية بقى فيها ضعف زي الجمع ما بين الإطعام والقضاء، أو إن هي مش عليها حاجة خالص، دي أقوال ضعيفة. تمام. القضاء بقى كده إطعام، فهو الصحيح القول الأول اللي هو عليها القضاء فقط. ليه بنقول ان ده صحيح؟ الحديث اللي معانا اللي هو ان الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم، وعن الحبلة والمرضع الايه؟ الصوم. المسافر لما وضع عنه الصوم وضع عنه الى لا شيء ولا الى القضاء ولا الى الاطعام؟ وضع الى القضاء، يعني هيوضع عنه الصوم الان والبديل ان هو يعمل ايه؟ هقضي. فكذلك الحامل والمرضع مالهم؟ يوضع عنهما الصوم الى نفس البديل وهو القضاء. ده رقم واحد. رقم اتنين، ان من حيث المعنى ليه الحامل المرضع يجوز لهما الفطر؟ لانهما داخلين في عموم قول الله عز وجل وان كنتم ايه؟ مرضى. ما هو شوف الناس جمع ما بين المسافر والحامل المرضع في نفس الحديث، ما الحامل المرضع هي ليه؟ هي من ضمن المريض المذكور في الايه. والاصل في المريض ان هو يقضي ولا يطعم؟ فاكرين امبارح قلنا ايه؟ قلنا ما تقسمهاش قسمة ثنائية، ما تقوليش في مريض يرجى برقه ومريض لا يرجى برقه، القسمة دي بتلخبط لنا الدنيا. ممكن تقسمها كده عشان تعرف بس ذهنيا الأحكام، لكن عايزين نعرف الأصل شرعا. لا، الأصل إن المريض عليه القضاء، الإطعام ده بديل استثنائي في اجتهاد بين العلماء. تمام. فنرجع للأصل في المريض. الأصل في المريض إن هو يقضي ولا يطعم؟ يقضي، إلا إن عجز عن القضاء عجزا دائما. طب هل الحامل المرضع بيعجز عن القضاء عجزا دائما؟ لا، هي حامل السنة دي، السنة اللي بعدها اللي بعدها، في الآخر هتعمل إيه؟ هيجي لها سن اليأس، هتتطلق، هتترمق. تمام. مش هتحمل لأي سبب من الأسباب، مش لازم تحمل كله ورا بعضه. ففي النهاية هي يعني الحامل المرضع دي مش واحدة يعني إيه قاعدة طول عمرها شغالة حمل في رضاعة في حمل في رضاعة في حمل في رضاعة زي ما بعض الناس بيتخيل. لا، مش كده. تمام. وبعدين فرضنا حتى إن هي حمل في رضاعة حمل في رضاعة حمل في رضاعة، هيجي لها وقت تقدر فيه تصوم. يعني ابنها مثلا عدى 6 شهور وبياكل، وفصل الشتاء اللي هو الجسم ما بيفقدش فيه سوائل كتير اثناء النهار، فتقدر ان هي ترضعه حتى لو رضعات خفيفه وياكل ويشرب. تمام. فالدنيا مش 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 كل الحالات بتبقى يعني، دي حاله استثنائيه قوي ان واحده تقعد مده طويله مش قادره تقضي، دي استثناء. لكن الاصل في الحامل المرضى ان هم يقدروا يقضوا ولا ما يقدروش يقدروا، ده الاصل. والاصل في المريض ان هو عليه القضاء ولا عليه الاطعام؟ الاصل عليه القضاء. تمام. ده رقم كام؟ الاستدلال الثاني. قلنا الاستدلال الاول بالحديث اللي عندنا، الاستدلال الثاني بالايه ان هي داخله في المريض، والمريض في الايه مذكور ان هو عليه ليه؟ عليه عده من ايام اخرى. الاستدلال الثالث بالاجماع. ابن قدامه في المغني نقل الاجماع على ان الحامل والمرضع اذا خافتا على انفسهما افطرتا وقضتا. قال لا اعلم في ذلك خلافا بين اهل العلم. يبقى لا خلاف بين اهل العلم، لا خلاف بين اهل العلم في ان الحامل والمرضع اذا خافتا على انفسهما عليهما الايه؟ القضاء. امال اثار الصحابه اللي وارده في ابن عمر وابن عباس افتيا بالاطعام؟ حاجه من اتنين، اما ان ده اجتهاد منهما ثم بعد ذلك حصل اتفاق من الامه على وجوب القضاء، وفي مسائل بيكون فيها خلاف وبعدين بيحصل فيها اجماع. تمام. زي مثلا مذهب عمر، لما حصل من عمر وعمار انهم اختلفوا في التيمم للجنب، أصابتهما جنابة وهما على سفر، فعملوا إيه؟ عمار تمرغ في التراب وعمر بقي لم يصلي حتى وجد الماء فاغتسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك أن تصنع إيه هكذا، وضرب بوجهه وكفيه. تمام. فمذهب عمر إن التيمم يجزئ عن في الحدث الأصغر لا في الحدث الأكبر. تمام. فمذهب عمر وعمار قاعد يفكروا بالحديث ده وما يفتكرش،
لكن بعد ذلك اجمعت الامه على ان التيمم يجزى في الحدث الاصغر والاكبر معا. كان في خلاف في زمن الصحابه وبعدين حصل ايه؟ اجماع. زي مثلا في المواريث مساله العول، ابن عباس بينكر العول والصحابه كلهم باقيين بيثبتوا العول، وبعد كده الامه اجمعت اهل السنه مجمعين على الاخذ بالعول في المواريث. العول ده اللي هو لو عدد الفروض او الفروض بتاع الورثه اكتر من واحد الصحيح، يعني اكتر من تركه كلها، فهنقص من كل واحد حته، تمام، بحيث انه كله في الاخر ياخد وينقص منه حته بنسبه ارثه. فاهل السنه اجمعوا بعد ابن عباس على الاخذ بالعول لغايه ما جاء ابن حزم وقال بقول ابن عباس، وبعد ابن حزم الى الان اهل السنه مجمعون على الاخذ بالعول، فالاجماع ده حجه، تمام. عشان كده بنقول في ده في اصول الفقه، لو فاكرين دوره اصول الفقه قلنا ان الاجماع على الصحيح يرفع الخلاف قبله ويمنع الخلاف بعده. لو حصل اجماع في عصر من العصور ده بيرفع الخلاف اللي قبله بيبقى غير معتبر، وبيمنع اي خلاف بعده يبقى غير معتبر، تمام. فالاحتمال الاول ان ده كان اجتهاد من عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، والاجتهاد ده خالفهم بعد ذلك عامة اهل العلم، بل انعقد الاجماع بين اهل العلم على وجوب القضاء، شكا ابن قدامه بيقول لا اعلم في ذلك خلافا بين اهل العلم، او ان احنا فاهمين كلام عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس غلط، وان هم لما افتوا الحامل والمرضع بالاطعام قصدهم ان هي تطعم اي مع القضاء، يعني كده كده الحامل والمرضع عارفين ان هم ايه هيقضوا، اي حد بيفطر بيعمل ايه بيقضي، بس كان الحامل عندها شك، طب انا يعني الحمل ده حاجه اضعف من المرض شويه، فكانه الزمها بالاطعام يعني مع القضاء لان العذر بتاعها اضعف من المريض، تمام، لان هي مش مريضه هي خايفه من المرض، فكانه افتها بالاطعام مع الايه مع القضاء. وحتى ابن عمر وابن عباس اللي مروا عنهما الاطعام وارد برضو مروا عنهما القضاء، يعني ابن عباس مروي عنه القضاء في مصنف عبد الرزاق، وابن عمر مروي عنه القضاء في سنن البيهقي، تمام. فاصل اللي بياخدوا بقول ابن عباس وابن عمر بالاطعام بيقولوا ايه؟ بيقولوا لا ده احنا قولنا الصح. ليه؟ لان ده قول صحابي لا يعلم له مخالف في جيل الصحابه. مين قال لا يعلم له مخالف؟ ده هو اول مخالف هو ابن عمر وابن عباس نفسهم مروي عنهم ايه؟ القضاء، تمام. ثم يعني حتى لو قلنا ان قول الصحابي لا يعلم له مخالف، احنا بحثنا المساله دي في درس اصول الفقه او في دوره اصول الفقه لو تفتكروا، وقلنا ان الصحابي لو قال قولا ثم في حياه الصحابه انتشر قول اخر في جيل التابعين، ده معناه ان ده قول اخر ماخوذ من صحابي وان لم ينقل الينا. ما لما يشتهر قولين في جيل التابعين معناه ان التابعين خدوا كام ده من مين؟ من الصحابه، والصحابه لما سمعوا قولين انكروا ولا ما انكروش عليهم، تمام. فدل ذلك على ان لا اجماع في المساله، تمام. ده لو فرضنا ان مش مروي عنهم هم نفسهم صراحه القضاء، يعني المساله ما فيهاش اجماع في جيل الصحابه اصلا لان التابعين اختلفوا في المساله دي، يعني ما قالش بس بالقول بالاطعام غير سعيد بن جبير وبقيه التابعين على القول بالقضاء، ثم بعد ذلك اجمع اهل العلم كما قال ابن قدامه انه لا يعلم في ذلك خلافا على وجوب القضاء، تمام. وحتى زي ما قلنا الاثنين من الصحابه اللي مروي عنهم الاطعام هم مروي عنهم الايه؟ القضاء، تمام. ده كان الاستدلال الكام بقى؟ الثالث. الاستدلال الرابع ان المرضع بتمر بمرحلة لا يختلف فيها احد ان عليها القضاء، وهي مرحلة النفاس. فبنقول ان المرضع بتمر بمرحلة لا يختلف في ان عليها الايه؟ القضاء، وهي مرحلة النفاس، وهي نفساء بترضع وهتفطر. لو قعدت مثلا نفساء طول شهر رمضان هتفطر 30 يوم، هل حد بيقول ان عليها الاطعام؟ لا، حتى اللي بيقولوا بالاطعام يجوا هنا يقولوا عليها الايه؟ القضاء، تمام. وده مما يعني يستأنس به، هم طبعا بيقولوا لا اصل هنا اجتمع الرضاع والنفاس، والنفاس اقوى فتاخد حكم النفاس ان هي عليها القضاء، تمام. بس ده مما يستأنس به. يعني الاستدلال الخامس، انتوا بتقولوا ان من حيث المعنى الحامل المرضع اشبه بالمريض المزمن، تمام. احنا ردينا على النقطه دي اصلا وبنقول ما فيش حاجه اسمها مريض مزمن ومريض حاد، مفيش حاجه اسمها مريض يرجى بره ومريض لا يرجى بره. هو المريض واجب عليه القضاء، لو عجز مطلقا على القضاء ساعتها ينتقل الى الايه؟
الاطعام، تمام؟ وبعدين مين قال لكم ان هي كده اشبه بالمريض المزمن؟ يعني فرضنا مثلا صوره اهي وممكن تحصل، واحده حامل او بترضع وجوزها مات او طلقها، او وهي بتولد شالت الرحم، يعني وهي بتولد اثناء الولاده قبل رمضان راحت شايله الرحم، قصدي عارفين قطعا عمرها ما هتحمل وتولد تاني، عمرها ما هترضع تاني غير المره دي. هتقولوا لا ناخد بفتوى ابن عمر وفتوى ابن عباس وتطعم يا جدع؟ ده هي يعني اقول لك ايه، بس يعني اقول لك ايه، يعني هي اخر مره في حياتها هتحمل وترضع، تقولي برضو لا هو فتوى الصحابي الذي لا يعلم له مخالف؟ برضو مصر سيب القران الظاهر البين اللي هو من كان منكم مريضا او سفر في عده من ايام اخر، وامر ربنا الواضح الجلي بالقضاء، تسيبه وتسيب الاجماع اللي نقله ابن قدامه وتروح لاثر انت اصلا مش عارف هو قصد ايه ابن عمر بالكلام ده، هل قصده الاطعام ولا الاطعام مع القضاء، ولا هو اصاب في الفتوى في الاجتهاد ده ولا اخطا؟ يعني هو قول ابن عمر ملزم للامه ولا قول ابن عباس ملزم للامه؟ احنا عندنا ايه وعندنا اجماع وعندنا، تمام؟ فمن حيث المعنى بنقول ان ايه، ان لا الصحيح قول جمهور اهل العلم، بل قال ابن قدامه لا اعلم في خلاف بين اهل العلم ان الحم مرضى عليهما الايه القضاء. طيب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ليه يعني ايه يعني اجتهاد هنا في المساله دي، يعني لعله يكون ايه وفق الطرفين شويه، قال ادله الجمهور اقوى وان واجب على الحام مرضى الايه القضاء، لكن برضو عشان ما نهدرش ادله الطرف الاخر مطلقا، قال امتى الحامل المرضع تنتقل من القضاء للاطعام؟ امتى نقول هي اشبه بالمريض المزمن؟ مش هنستناها طول عمرها؟ نقول لو قعدت سنه كامله يعني لغايه رمضان اللي بعده طول الفتره دي مش قادره تقضي، يبقى في الحاله دي لها ان تطعم، تخير بين القضاء والاطعام والقضاء افضل. واضح؟ الاحوط القضاء حتى لو اخرت بعد السنه، قعدت سنه كامله مش عارفه تصوم، كانت مثلا حامل وبعد كده بترضع ومش عارفه تصوم طول السنه، خلاص مفيش مشكله مش آثمه، بعد رمضان اللي بعده تعمل ايه؟ تقضي، مفيش اي مشكله خالص، بس بما ان احنا مش عارفين طب ممكن بعد كده تحمل وممكن وممكن، فطالما لا عدت سنه كامله ضابط السنه ده معتبر، لان هو اصلا الصوم قضاء رمضان واجب على التراخي في حدود ايه؟ سنه، فلو عدت السنه كلها وهي عاجزه عن الصوم يبقى في الحاله دي ايه؟ تخير ما بين القضاء والاطعام، والاحوط لها ايضا ان تقضي، تمام؟ ولعل القول ده يعني قول ايه؟ يعني ليه وجاهه يعني. طيب طبعا كل ده كلام الشيخ ابن عثيمين مش في اللي بتتكاسل، يعني مش واحده مثلا كسلت تصوم طول السنه وجت في شعبان قبل رمضان بثلاث اربع ايام، طب انا ما قضيتش اعمل ايه؟ اخليه بعد رمضان؟ اه خليه ولو عايز تطعمه تعمل، لا ده كانت بتكسل، ان احنا بنتكلم واحده ايه؟ طول السنه عجزت، تمام؟ طول السنه كانت حامل او مرضع وتخاف على نفسها او تخاف على طفلها، ففي الحاله دي ايه؟ تخير ما بين القضاء والاطعام، والقضاء احوط واولى في حقها. بيقول فتلخص من ذلك ان الاسباب المبيحه للفطر اربعه: السفر والمرض والحيض والنفاس والخوف من الهلاك كما في الحامل والمرضع. الاربعه دول قلنا الاصل فيهم اثنين اللي هم ايه؟ المرض والسفر، والحامل والمرضع ملحقه بالمريض، والحيض ده اصلا مش عذر، ده مانع موانع صحه الصيام، تمام؟ طيب قبل ما نقفل المساله الثانيه الاولى دي اللي هي مساله اهل الاعذار، نسال سؤال: هل اصحاب الاعمال الشاقه من اهل الاعذار ام لا؟ الاجابه باختصار ان اصحاب الاعمال الشاقه ليسوا من اهل الاعذار الا ان كانوا مرضى او مسافرين، مع العذر المرض والسفر، فلو العمل الشاق ده تضمن مرضا او سفرا يعني تعب ومرض يفطر، كم مسافر يفطر، غير كده ليس لهم يفطر، ده الاجابه باختصار. طيب بالتفصيل نقول صاحب العمل الشاق في نهار رمضان الاصل فيه ان هو يحول عمله الى الليل، طيب عجز يؤجل عمله الى بعد رمضان، طب عجز يعني مش معاه دلوقتي نفقات الشهر ده، مش معاه ياكل ويشرب ويسد ايجار الشهر ده ولازم يشتغل وشغله ما ينفعش بالليل لازم في النهار، يعمل ايه؟ يصوم ويعني يشتغل وينوي الصوم، الاصل فيه ان هو يأجل العمل ده بالليل او يأجله لبعد رمضان او يتركه ينتقل لعمل اخر، كل ده واجب عليه. طب قفلت خالص مالوش حيل نهائي، لا قادر يسيب العمل ولا قادر ينتقل عنه العمل اخر ولا قادر يأجله بالليل ولا قادر يأجله لبعد رمضان ومحتاج للنفقه، يعمل ايه؟ يشتغل وينوي الصيام كل يوم. طيب اثناء النهار بقى من العمل الشاق بتاعه تعب اعيا يفطر في هذه الحاله، طب قدر يكمل
يجب عليه ان هو يكمل. يعني قدر يكمل صيام يجب عليه ان يكمل. اعيا وصل لمرحله اعياء يبقى في الحاله دي ايه؟ بقى مريض يجوز له الفطر. طب لو عمله ده متضمن لسفر، يعني هو اصلا في العمل بتاعه ده بيسافر، خلاص هيفطر عشان ايه؟ عشان السفر، مش عشان العمل شاق، عشان السفر الموجود. تمام. طيب لو لو هو بقى لو هو مسافر على طول طول السنه، واحد بقى شغلانته على ميكروباص وطول السنه بيسافر، ليه رخصه انه يفطر في رمضان برضه؟ بس يعني هيقول لي طب هو هيقضي في ايام تاني، طب ما الايام التانية مسافر، ده بقى معاه رخصه ان هو يختار اي 30 يوم في السنه يصومهم او اي 29 يوم، بس ما ينفعش يعدي رمضان اللي بعده. يعني هو طول السنه مسافر، ده لا يتعين عليه وقت معين يصوم فيه، بس يتعين عليه ان هو يصومهم قبل رمضان اللي بعده حتى لو مسافر، يلزمه بقى يختار اي 30 يوم 29 يوم يختار ان هو يصوم فيهم ويصوم. هو الميزه عنده بقى ان هو يختار ايام الايه؟ ايام الشتاء، الايام اللي هو مثلا مش شايف انه مش هيجهد فيها ومش هيتعب كده. يعني هو مش واجب عليه ان هو يصوم في رمضان، بس واجب عليه يقضي قبل رمضان اللي بعده حتى لو قعد طول السنه مسافر، يختار اسهل 30 يوم او اسهل 29 يوم على عده ايام رمضان ويصومهم. تمام. ده الحريص. يلزمه كده؟ نفسه طبعا. في ناس يعني للاسف يعني متهتكه من احكام الديانه كلها، اللي هو اصلا بيفطر ولا فارق معاه اي حاجه خالص، ولا فارق مع ان هو معاه رخصه. يعني ولو يعني لو نوى ان هو بيفطر عشان رخصه ربنا وان هو يقضي بعد كده في الوقت السهل بالنسبه له، يبقى يعني افلح وانجح. لكن للاسف بعضهم طبعا يعني بيتعمد ان هو ايه، يعني خلاص مش فارق معاه اصلا احكام شرع، بيفطر وخلاص يعني. طيب، وهنا طبعا يعني مهم جدا دور الدعوه الى الله تبارك وتعالى في هذه الاوساط اللي بيكثر فيها وجود المعاصي. وطبعا يعني مساله يعني الناس سواقين وبيطلعوا على السفر، طبعا منهم ناس يعني قمه في الالتزام والديانه والامانه، لكن منهم ناس طبعا عشان موجود موضوع الارهاق البدني في السفر فبتتعاطى مخدرات، بتتعاطى مخدرات فايه؟ بيتفلت من احكام الدين، لا صلاه ولا صيام ولا حاجه. سلسله معاصي بتجر بعضها البعض. ف الدعوه الى الله عز وجل في هذه الاوساط مهمه. ناس يعني بتكون ما بتصليش وتصلي بسبب حد بيتذكرهم بالله، حد بيديهم مثلا شريط او فلاشه فيها مثلا بعض الدروس الدعويه او الوعظيه. فالدعوه الى الله عز وجل في هذه الاوساط مهمه جدا يعني. طيب نقف عند المساله الاولى كده، انتهينا منها، وغدا ان شاء الله ناخد المساله الثانيه اللي هي مساله المفطرات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.